ايه الكلمة اللي عايز تقولها في النهاية لعشاق ومحبي كابتن محمود الجاري اللي ما زالوا بالملايين حتى هذه اللحظة؟ يعني الحمد لله ان ده الناس دايما تفتكره بإخلاصه في شغله، بان هو كان دايما عايز يشوف الكرة المصرية بأحلى شكل، ونفسي فعلا ان احنا دايما نبقى يعني نمرة واحد في افريقيا كدوري وكمنتخب مصر والدول العربية، ولازم نبقى احنا مراية فعلا في الدوري بتاعنا. يعني كان هيبقى غيور جدا، يعني ان هو كان يعني يبقى حابب ان احنا دايما بنتطور، ومتهيألي هو كان يعني كان يبقى لسه غيور ان نفسه يشوف حاجات احسن من كده، وبلدنا فعلا فيها الموهبة يعني جميلة جدا، وهو دي كان دايما حاجة يقولها، الكورة موجودة عندنا سواء لعيبة مدربين دكاترة علاج طبيعي، يعني موجودة، والرياضة موجودة في مصر، هي بس إن شاء الله كده، بس يعني في تنظيم كده هو كان نفسه يعمله. نعم يا رب بيكو فعلا إن هو يعني فعلا نشوف الدوري بتاعنا زي الدوريات اللي الناس دلوقتي بتتفرج عليها في أوروبا، والدوري بتاعنا يستحق فعلا إن هو يبقى حاجة كده، ومتهيألي هي عايزة قاعدة قوية فعلا، إن نعم لازم الدوري المصري يعني يرجع قوي، ويرجع زي الدوريات اللي ممكن تكون يعني سبقتنا في الفترة القصيرة دي، لازم يبقى دوري محترف، أحمد وده ساعتها المنتخب هيبقى أقوى حاجة إن يعني. شاء الله أحمد.